جدا وديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي الذي صار في السنوات الأخيرة عرضا جماهيريا من الدرجة الأولى، تأمنه جماهير الفريقين من خلال ما يسمى بالدخلة وما تضفيه على المدرجات من زينة وبهجة، يستعرضها لكم من تونس مراسلنا نافع بن عاشور. كلاسيكي العاصمة أو ديربي الجرين بين الترجي والإفريقي هو ليس حوار كروي بين أعرق الأندية التونسية فحسب، بل هو عرض جماهيري وفرجة ومتعة على المدرجات على الطريقة اللاتينية، هو تنافس بين جماهير الفريقين فيما يعبر عنه بالدخلة، هذه الظاهرة التي اجتاحت الملاعب التونسية من بوابة رابطتي الألترا الترجية والوينرس الإفريقية. الفكرة بدأت طبعا عندها فوق 12 سنة، بدأت معناتها من منطلق اللي جمهور النادي الافريقي ديما يحب يطور ويحب يقتبس حاجات باهية من برا، دونك بدأت بالنوسيون بالفكرة تاع الجماهير تشجع من الفيراج اللي هو المنعرج معناها اللي وراء المرمى، وتطورت العملية وبشوي بشوي بعد عوام ولات ثم الظاهرة متاع الدخلات وتحذير الأعلام وتحذير والشماريخ والبندرلات والحاجات هذوك، بلين من بعد ولات معناتها التنظيم معناها به منظمة وحاجات معناتها بالتنسيق مع كل مع الإدارة تاع النادي الإفريقي بحاجات منسقة ومنظمة، ولينا معناتها مطالبين اليوم معناها في عهدنا في الوقت تاع مطالبين باش كل أسبوع نعملوا حاجة جديدة وحاجة باهية تنور جماهير النادي الإفريقي. الألترا المكشخين تأسست عام 2002 أوت 2002 أول جروب دو سبورتير في الوطن العربي وفي إفريقيا، اللي قبل الكل ما عندهم حتى بروفة اللي هما قبل معناتها اللوتران الكشخين، هو اول جروب اللي حاطت بوندرول قبل 2002 او 2002 ليس عندهم ما عندهم حتى الصحه معناتها. الدخله هي عباره على عرض كوريغرافي مميز تتفنن في رسم معالمه جماهير الفريقين عبر الصور والرموز والشعارات التي تغطي المدرجات في المباريات الكبرى وخاصة في الديربي، وهو ما يتطلب تحضيرات خاصة واجتماعات وورشات عمل حتى تكون الصورة معبرة وجميلة. هي أكثر حاجة تطلبها الدخلة يمكن هو التنظيم وذكاء، واحد لازم يعرف يتصرف في الاموال اللي عنده، يتصرف في الوقت ويتصرف في الرصيد البشري اللي عنده. طلع العباد الرصيد البشري ديما تبارك الله موجود والخبره مكتسبه من عند العباد الكل صغار وكبار، ونجموا اليوم معناتها حتى ب 2000 دينار 3000 دينار نعملوا دخله خير من دخله بقيمتها 15000 دينار. في التنسيق نتاع الدخلات نتقابلوا قبل بشهر، هذا فيما يخص الدربيات معناتها نتقابلوا قبل بشهر ننسقوا نختاروا اراء موسعه، كل واحد يجيب فكره وكذا، من الفكره هذيك نزيدوا حاجه نقصوا حاجه لين نوصلوا للدخله الاخرانيه والتام الاخراني وكل شيء، ونتقابلوا في الساعه 6 صباحا في رادس ونجهز امورنا والحمد لله ديما موفقين الحمد لله. التنافس بين الجرين انتقل في السنوات الاخيره من الميدان الى المدرجات، ليصبح الحوار بين الالترا المكشخين والافريكان وينرز على المدرجات اقوى احيانا من حوار اللاعبين على الميدان، والجماهير التي تصنع الفرج اكثر من جيرانها تعتبر فائزة مهما كانت نتيجة الميدان. الترجي أول نادي تأسس في تونس، الترجي مولود عام 1919، كبير بناسه كبير بجمهوره كبير بالناس اللي تخدم فيه ومن اللعبية اللي لعبت فيه. الترجي الرياضي كان كل مرة يبادر بفكرة عالمية. ما تنجمش تعدى في العشر سنين الأخيرة من غير ما تحكي على الجمهور الإفريقي، من غير ما تحكي على فيراج نادي الإفريقي، من غير ما تحكي على المجموعة هذيا اللي هوني معناها، فهمت؟ لازمك العشر سنين هذوما لازم تذكر الإفريقي باش تذكر معها الفيراج اللي وقف وراها والجماهير الكبيره اللي وقفت وراها والظاهره ذي اللي ظاهره هي وليت ظاهره معناها الناس تقعد معناها يحبوا يدرسوا الظاهره ذي شويه، فهمت؟ مشيت ناس وجات ناس، والترجي ديما بطوله وديما كاس والجمهور ديما وراه. الجمهور الافريقي ديما حاضر معناها في كل بارتي معناها في كل مباراه تلقانا ديما حاضرين معناها، نتلموا حتى قبل ما نمشيو للملعب معناها نتلموا لبرا وبعد الناس كل نمشيو ننظموا رواحنا ونطلقوا ديما، فهمت؟
إلى جانب الرسوم والألوان تتفنن جماهير الترجي والإفريقي في استنباط الأغاني الخاصة بها لتحفيز اللاعبين، وهي غالبا ما تكون مأخوذة من أجواء الكرة اللاتينية على غرار جماهير البوكا جونيورز والريفر بليت. الأغاني هذوما نعملوا في مجهود كبير باش نلقاهم، فهمتني، نتبعوا في الكرة العالمية، نتبعوا في خاصة في الدوري الأرجنتيني، نتفرجوا في البوكا جونيور، ليفر بليت، على الإنترنت. ما أجمل أن يقلد المشجعون الجماهير الأوروبية واللاتينية في صنع الفرجة والتشجيع دون هوادة، لكن من دون إفراط، لأن العشق إذا فات الحد قد ينقلب إلى الضد، وهو ما يفسر غول الشغب والعنف الذي يظهر من حين إلى آخر في الملاعب التونسية. لبرنامج شبكة المراسلين، نفع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس. نبقى في الأجواء الكروية في شمال أفريقيا، حيث تتنافس الأندية المغربية لكرة القدم في حي